أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل أن ما وصلت إليه رياضات سباقات الخيل في مملكة البحرين من مستويات متقدمة هو نتاج لدعم جلالة الملك المعظم والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمواصلة تطوير قطاع سباقات الخيل على مختلف الأصعدة باعتباره جزءا أصيلا من الإرث التراثي والتاريخي لمملكة البحرين. وأشار سموه مشيرا إلى ما تمتلكه البحرين من مقومات وإمكانات ساهمت في تعزيز مكانتها على خريطة سباقات الخيل. جاء ذلك بمناسبة إعلان الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل على حصول مملكة البحرين على مكسب دولي جديد في مجال الفروسية وسباق الخيل من خلال رفع تصنيف سباق كأس البحرين الدولي لسباق الخيل من المستوى الدولي الثالث إلى المستوى الدولي الثاني، حيث أكد سموه أن ذلك يأتي على إثر النجاحات المتحققة والثقة العالمية التي اكتسبها سباق كأس البحرين الدولي للخيل في النسخ الأربعة السابقة حتى أصبح محط اهتمام الأوساط العالمية في قطاع سباق الخيل. أشار سموه إلى أن هذا الإنجاز يشكل قفزة نوعية في مسيرة سباق كأس البحرين الدولي للخيل لاستقطاب مزيد من المشاركات العالمية ذات المستويات والتصنيفات العالية على صعيد الملاك والجياد والمدربين والفرسان العالميين، وسيمنح السباق زخما أكبر ويسهم في وضعه بصورة أكثر ضمن خارطة السباقات الدولية المتطورة على كافة المستويات، سيشكل دافعا كبيرا نحو تطوير مستوى السباق لتحقيق مزيد من النجاحات في السنوات القادمة على المستوى الدولي. نوه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بكافة الجهود التنظيمية والإدارية والكوادر البحرينية التي بذلت طيلة الفترة الماضية وساهمت في تحقيق النجاحات التنظيمية المميزة لسباق كأس البحرين الدولي، وكان لها دورا بارزا في تحقيق هذا الإنجاز الدولي. من جانبه أعرب سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عن سعادته برفع تصنيف كأس البحرين الدولي للخيل إلى المستوى الدولي الثاني، وهو ما يمثل شهادة دولية جديدة للنجاحات المتواصلة التي تحققها مملكة البحرين في مجال الفروسية وسباق الخيل على كافة الأصعدة. قال إن حصول كأس البحرين الدولي على المستوى الدولي الثاني يأتي ثمرة لما يحظى به قطاع الفروسية وسباق الخيل من اهتمام ودعم من قبل جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمساعي الحثيثة والجهود التي يبذلها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة والرامية إلى تطوير رياضة سباق الخيل من كافة النواحي، خصوصا تنظيم السباقات الدولية بما يساهم في وضع مكانة مميزة لمملكة البحرين على الخارطة الدولية وعالم سباقات الخيل.